على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، قالت البورصة المصرية إن المجموعة المالية هيرمس القابضة تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه. أضافت البورصة في بيان صادر اليوم الأربعاء إن المستندات تضمنت كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من 5 مليارات 838 مليون جنيه إلى 7 مليارات 298 مليون جنيه، بزيادة قدرها مليار 459 مليون جنيه، وذلك بإصدار حوالي 291 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم. كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل اسم المجموعة المالية هيرمس القابضة ليصبح شركة مجموعة اي اف جي القابضة. أضافت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة. في الإمارات، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دولة الإمارات حققت في العام الماضي أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم، أي ما يعادل 23 مليار دولار، وذلك ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. أضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إن هذا الإنجاز جاء رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم. أشار وفقا لتقرير الأونكتاد إلى أن الإمارات استحوذت على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، بالإضافة لاحتلالها المركز الرابع كأكبر مطلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعا، وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعا بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه. إلى ذلك، قالت وكالة برومبيرغ للأنباء إن شركة انفست جروب هولدينجز، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط، تستعد لعقد اجتماعات مع المستثمرين من أجل التشاور معهم حول إجراء طرح عام أولي بقيمة 600 مليون دولار لشركة انفست جروب كابيتال في أبو ظبي. أضافت الوكالة إن الشركة الاستثمارية التي يقع مقرها في البحرين تتطلع لبدء الاجتماعات بحلول الأسبوع المقبل، متوقعة أن يجري الاكتتاب العام للشركة انفست جروب كابيتال بحلول سبتمبر المقبل. ذكرت انفست جروب تتعاون مع بنك اتش اس بي سي في الطرح المحتمل، كما تعمل مع مجموعة جولدن مان ساكس، مصرف أبو ظبي الأول والإمارات دبي الوطني وشركة مولز أند كون. على جانب آخر، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية أنها استثمرت إلى جانب صناديق تديرها شركة الاستثمار العالمية كي كي آر في الاستحواذ على شركة كول إست سيستمز التي تم الإعلان عنه بتاريخ 2 مايو الماضي. ووفقا للوكالة الأنباء الإماراتية، تعد شركة كول إت شركة متخصصة في حلول التبريد السائل لأنظمة الحوسبة، ويقع مقرها الرئيسي في كالدري بدولة كندا، ويمتد نشاطها عبر أمريكا الشمالية والصين وتايوان. إلى ذلك، انتعشت بقوة شركة القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في كل من الإمارات والسعودية خلال شهر يونيو بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء في السعودية. ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات، ما ساهم في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون. في الإمارات، كان تحسن ظروف الأعمال الشهر الماضي هو الأبرز منذ شهر يونيو العام 2019، إذ كانت قدرة الشركات على تأمين طلبات جديدة عاملاً رئيسياً في التحسن القوي في ظروف الأعمال خلال شهر يونيو، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global.
وفي سياق آخر، تخطط مجموعة MBC أكبر شبكة إعلامية في الشرق الأوسط لبدء الترويج لطرحها العام الأولي في الرياض للمستثمرين، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت الوكالة إن مجموعة MBC ستبدأ اجتماعات لقياس الطلب المبكر في وقت قريب من الأسبوع المقبل. ذكرت بلومبرج في نوفمبر إن بنك HSBC وجي بي مورغان يعملان أيضا على بيع الأسهم المخطط له. وتمتلك الحكومة السعودية 60% من MBC، والباقي يمتلكه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة. وتأسست MBC في لندن عام 1991، نقل مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. تعد MBC أول مجموعة قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، تضم الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو شاهد في IP.